sen anlat Karadeniz. كل اللي صار بسببك بتعرف ما هيك؟ حسبي الله. لك شبك انت؟ شو في داعي لكل هالحكي تبعك هلأ؟ انت تارك الأمور بيد أسماء، ما بتناقشها بنوب بشي. لك زودت كتير، ضلينا عم نفهمك شو تعمل وكيف تكون رجال، وبالأخير هذا اللي طلع معك وجاي هلأ تقله الحق عليك كله. عن جد هيك ما بيصير علي؟ خد أخي مصطفى قدوة، شوفه كيف بيتصرف. أخي مصطفى رجال، إذا خبط إيده بالطاولة الكل بيهرب من الرعبة والخوف. هاي هي الرجولة، بيجي وقت وبتبلش تكتر الطلبات، أصفر وأحمر وأخضر، حتى لبن العصفور بدك تجيبه كمان. طبعا بدك تكون قوي. ولك قاعد عم تتمسخر علي ولا؟ أنا بفرجيك، وقدام عمي كمان إذا بتفتح تمك بضربك. تفرج وانتبه. آسية نفس أسماء، شو قاعدين عم تعملوا فوق؟ انزلوا لك البرد. حاضر حبيبي جوزي، يلا جايين. خلصت. شفتوا شو رجال؟ تأمرنا بشي معلم؟ انزلوا حضروا لي كاسة شاي لأشربها، وأي أكل موجود عنا. تأمر فورا. ثانية خانم، رح تضلي حابسة حالك هيك؟ باعتبار اني انحبست سنين طويلة، بعرف قديش هالوضع صعب. مستحيل، ما فيني بعد الحكي اللي اجا قال لي يا طاهر هون بالغرفة. مستحيل اطلع، ما فيني اطلع بعيونه. ثانية خانم، شو الشي اللي بتضلي تطلبيه؟ انه نظام بيتك ما يتغير، وانا اللي جاي اطلبه منك هلأ. ما تخلي نظام البيت يتغير. يلا تعي امي، تعي عدي هون. تفضلي امي، تعالي عدي. بنتي يا صاحبة اطيب قلب، هيك الكل صاروا بيقدروا يقعدوا حوالين الطاولة، وحتى صار فينا نضيف كرسي زيادة هلأ. شو قصدك ولا؟ قصدي مشان نظر أخي. ايه طبعاً. يا جماعة برد الأكل، شبكون هيك قاعدين؟ مدوا إيديكم. يلا يلا حبايبي بلشوا أكل، شو ناطرين؟ يلا بنتي بلشي أكل حبيبتي، قولي شو بدك لأسلولي. يلا لشوف، يلا الأكل على قد المحبة. ها شو كمان بدك يا قلبي؟ الله يديم هالنعمة علينا ويحفظها من الزوال. دولي هالمشاوي شو طيبة، هدول شغل إيدي. يلا قولوا بسم الله. يلا يا جماعة، مرت عمي ليش ما عم تاكلي؟ شو حط الله؟ أمي تعي. أنا باكل لحالي. الحكاية اللي حكيت لك إياها صارت حقيقة اليوم. لما تصدق الحكاية بتصير حقيقة. هاتي عنك. لا لا بكفي، عيني على الفليفلي. شباب ماما
يلا حبيبي. ايه. وهي اول قطعه الله يجعله من صحه يا جدو. الثانيه مشان تتغذي. اخ يا ويلي قديش اكلت. ايه انت ولا انا؟ بعمري ما لازم اكل هالقد، بس والله على هالاكلات الطيبين بتنفتح القابليه. صحة وهنا بابا، يطولنا بعمرك. على قلبك يا بنتي. حبيبي شو رايك تفوتوا انت وبلم تلعبوا جوا؟ يلا. انا كتير فخور فيكي يا بنتي، الله يرضى عليكي يا رب. الشي اللي رح أقوله مهم كتير وبدي إياكم تسمعوه كلكم. باب التوبة عن كل الذنوب مفتوح دائماً، وهي من نعم الله علينا. المهم أول شي نحدد شو الذنب ونقرر إنه نقطع صلتنا فيه. لازم كل مذنب يعرف كل هاي التفاصيل. طيب واللي حواليه؟ اللي حواليه لازم يساعدوا الشخص اللي رجع عن ذنوبه بهيك لحظات، يمدوا إيد المساعدة، يحطوا إيديهم بإيدين بعض ويتساعدوا ليرجع. هو بينسى وهنن بينسوا، بيعملوا كل شي يساعدوا بالتوبة، يكونوا النور إلو بالعتمة اللي عاشها لحتى يكمل. هاد يا جماعة بزمن قديم كان في رجال دين. رجال الدين هدول كانوا يفتلوا بالبلدان، يحكوا معلومات متعلمينها ويتعلموا شغلات ما بيعرفوها من قبل. كل بلد بيوصلوا عليها كانوا يضلوا فيها 4 أو 5 أيام بالكتير. ومرة من المرات طلعوا بوحدة من هالسفرات ووصلوا على طرف نهر وكانوا بدهم يقطعوا للطرف الثاني. قام شافوا مرة واقفة بنفس جهتهم، عرفوها لهي المرة. العفو منكم، سمعوا حكي عن عفتها وشرفها للمخلوقة، هاد اللي سمعوه من العالم. وهي لما شافت رجال الدين قالت لهم من بعد إذنكم بدي اقطع للطرف الثاني من النهر، بس خايفه تجرفني المي تبعه وانا عم اقطعه، ممكن حدا منكم يساعدني؟ واحد من رجال الدين قال مره مثل هي مستحيل ساعدها يا اخواني. بس واحد تاني منهم قال يلا طلعي على ظهري، حمل المرء على ظهره وقطعوا للطرف الثاني من النهر. بعد ما هو وياها قطعوا النهر، نزلت من على ظهر رجل الدين وتشكرته كتير وكملت طريقها بعدين. ورجال الدين كملوا طريقهم كمان. رجل الدين اللي رفض يساعدها للمرأة قال له للي ساعدها، أنت كيف سويت هيك شيء؟ شو هالعمل اللي عملتها؟ كيف هيك وأنت رجل دين؟ شلون قدرت تحمل وحدة مثل هي وبتقطع فيها للطرف الثاني؟ هداك ما تحمل ورد عليه، قال له بعد ما قطعت للطرف الثاني نزلتها هي والحمل يلي بقلبي، وأنت نزل هالحمل. أحياناً الحمل اللي بقلبنا لازم يشيله لنرتاح، نترك ماضينا ونوقف عند نقطة معينة. أي شخص بيضل يطلع لورا دائماً ما عاد يشوف لقدام، رح يتفركش ويوقع. يلا شربوا شايكم قبل ما يبرد. الله يوفقك. شو وين ويت؟ بما أنه نظر بغرفته هلأ. قال أنا رح نام على تخت عمي فاتح هيك. هل أزعر؟ شو كان عم يقول؟ أنا غمضت عيوني ما عم أطلع. طاهر شو في نفس؟ لا تعصب من سنية خانم. بصراحة في شغلة كنت حابب أقول لك إياها. طلعتيها من غرفتها وجبتيها وقعدتيها على الطاولة. والله ما توقعت هالموقف منك. ليك نحن وسنية خانم عنا الهدف نفسه، بس الفكرة أنه أسلوبنا مختلف. وشو الهدف؟ إذا عصبنا وتخانقنا هدفنا نخلي العيلة مجتمعة على طول. السلام عليكم مصطفى. أهلين وعليكم السلام. ما قدرت تنام؟ إيه
محمد باشا ما نيمنا وبس نام هو. أنا طارت مني النعوسة ولقيت الفحمات مو مطفيين، قلت بعمل فنجان قهوة. ما قصرت، صحة وهنا. على قلبك. شو رأيك صب لك فنجان؟ لك صحي والله نسيت. أنت ما بتشرب بالليل. شو مفيق؟ ما في عنا صغير يحرمنا النوم. أي روق طاهر؟ نصيب؟ طبعاً. طاهر؟ ليك هي القصة تبع فكرة، طبعاً كلياتها بعضها ما أثرت فينا ولا تغير شي بوضعنا وما أحلانا، إي بس كمان بصراحة أنا عم فكر لهلا، يعني من مين لازم عصب إنه بعد كل هالعمر هاد شو بيفيد العتب هلا؟ فهمت الوضع أخي، فهمت كل شي، بس ما بيكفي. أحسن شي مثل ما قال الشيخ عثمان، نزلوا لهالحمل من على كتافي وارتاح، لأنه رح أتعب إذا ضل. أنا سمعتهم أخي وعرفت اللي حملوه هنين. رجعت وهذا المهم، الماضي خلص راح. رح يأذن الفجر، رح أتوضى وصلي. أي تقبل الله منه ومنكم أخي. أنا إلي 30 سنة مو عارفان طعم النوم، هالليلة بس ما قدرت تنام. ما لا والله بنوب، قلت لحالي إذا مو حابب تنام عند سنية خانم هالليلة، وإذا جاي على بالك تفضل لهون. كأنه شوي صايبك التعب، خدي. وغسلي وشك كمان رح ترتاحي. شكراً كتير. تفضلي رح يشفيكي.
شباب روحوا كلكم، ولو شو ما صار هون ما بدي حدا يقرب ابدا. يلا امشوا. اهلا وسهلا طاهر. شو مشان افادة فيدات؟ انت اللي اجبرته يغيره؟ شرف تفضل. حكيت شي انت ونفس؟ بعثت له رسالة. ايه صح، مشان تعمل اللي عليك وتريح ضميرك. بنوب. لا ليش لكان؟ أنا عم حاول صلح كل أخطاء ابني اللي عملها بالماضي يا طاهر، وطبعاً مو لقلك رجعت لك حريتك، فأنت المفروض فيك ما تقتلني بهالحالة. دوري كأب واللي ما قدرت أعمله من قبل عم اتجنبه هلأ مشان ما أغلط. أنا عم ادفع ثمن كل ذنوبي القديمة، ومستعد بروحي ادفعها. جولندام يعني أمه لفيدات مشيت من زمان وتركتها كمان. ليك يا ابني، اصحك تحمل خطية مرة بحياتك، خاصة إذا المرة عندها ولد وحملت خطيتها ما رح تتوفق. هي أنا مثلا، وانت معصب كتير من سنية خانم، ما هيك؟ سامحها على القليلة، ما خلتك تواجه الحياة لحالك. شوف الضوء بلش يطلع يا طاهر، ما لازم نخلص من هذا الموضوع. مو جاي لهون لقيت لك، مالي مسلح. ليش اجيت لك؟ أنا جاي لهون مشان يموت يا أبي. نزل مسدسك. ايه كيفك يا طاهر بعد آخر مرة؟ أحساسك شلون؟ شفت كيف طلع في نقاط كتير مشتركة بيننا؟ كلمة مرتي لنفس المرة من أولى، وكمان كلمة ابني لنفس الصبي من أولى. حتى أنت اللي فكرت أمك طلعت مو أمك، واللي فكرته أبوك طلع مو أبوك مثلي. مو طبيعي ما هيك؟ بس هذا مو ذنبك بنوب، كله بسببك أنت، ولا لا يا أبي؟ اترك المسدس فيدات. ليش؟ بدك تحمي هذا الزلمة يلي قتلت له أمه وأبوه من زمان؟ هاي كفارة مو هيك؟ ليك أنا قلت لك مرة بزماني، رصاصتي ما بتخيب. لا يا أبي لا، لآخر مرة عم قولها، نزل سلاحك. هالمشهد شايفه، الحياة شريط ممل بيضل بتكرر دائماً، ما هيك يا طاهر؟ عم قلك نزل سلاحك. عم تعمل كل يلي بتقدر عليه لتحمي من الموت، وعم تستعمل كل قوتك مشان طاهر ونفس يضلوا مع بعضهم. ليش؟ لأنك قتلت أمه وأبوه عم بتكفر عن ذنبك مو هيك؟ هيك عم بتعوضه؟ حلو كتير. طيب وشو مشان ذنبك معي أنا بابا؟ ها؟ وكفارة ذنبك معي شو هي؟ أمي انحرمت منا بسببك أنت، هي تركت البيت
هذا ما بتعتبره قتل كمان؟ قتلت لي أمي وأنا ذبحت أبي لما كنت صغير بإيديك أنت. كنت طفل أنا، شو ذنبي؟ ما في كفارة لذنبك أنت معي؟ وين كفارة ذنبك مع ابنك؟ جاوب وعنا. يلا أوس، يلا شبك بسرعة أوس. سبق وعملتها وبرجع بعملها. بعرف فيك تعملها، يلا فيدات أوس يلا. أنا مستحيل أخدمك هالخدمة بابا، أنت ما بتستاهل ترتاح. لك ليش؟ لك ما قلت لك يا فيدات، قلت لك رصاصتي ما بتخيم، ليش اضطريتني اعملها؟ ألو. مرحبا شيخ عثمان. أنا اضطريت أقتل ابني دفاعاً عن النفس. الله يرضى عليك، تيجي شيخي من شان نغسله، خلينا ننظفه ونطهره قد ما فينا وندفنه. Ha 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 ha
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. إذا إلكن حق على المرحوم سامحوه الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. تعوا شيلوا. Ken savruldun benden, bir can koptu bu bedenden. Kirpinin gölgesinden tanıdım ya seni o. أنا ما نبهتك، ليش ما سمعتني؟ أنا قلت لك فداد، أنا نبهتك، ما كنت تفهم، ما كنت تفهم. Aç gözünü bana. ليش عملت هيك؟ Bundan sonra ليش؟ dayan. ليش هيك عملت؟ Dünya geçse karşına bil ki senden yana. Thank you.
Sen daha yokken de vardın. Benim içimde bir andın. Söyle nerelerde saklandın. Seni bulmaya geldim o. Söyle nerelerde saklandın, seni bulmaya geldim oğlum. Aç gözünü bana uyan, bundan sonra bana dayan. Dünya geçse karşına, bil ki senden yanayım. Oh, oh. قلي شو اللي صاير معك؟ والله كانت هي الليلة صعبة. انت لوين رحت؟ لعند فكرة ما؟ هلأ ما بقي شي تخافي منه أبداً. مش الحال. ما فهمت. مشاكلك كلهم خلصوا نفس. فيدات. فيدات توفى. كيف؟ أنت؟ مو أنا أبداً. فكرة أوصه. أبوه يعني. بس دفناه سوا. كان بده يقوصني بس فكرة سبقه. رصاصة واحدة اجت بالقلب. دفناه أنا وأبوه. عن جد مات هالمرة؟ ايه مات. وماتت معه مشاكلنا نفس.
معلم 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 فكرت خير شو صاير؟ قوم معي قوم يلا بس أنا ما بعرف بشو لازم حس، يعني فرحانة ومتضايقة بنفس الوقت. يعني من جهة بدي أقوم صرخ من الفرحة وأقول اليوم خوفنا خلص، إيه، بس من جهة تانية كمان خلص فيدات ماله هون. بس نحن الموجودين، يعني أنا وإنتي وإبننا، ما ضل خوف. هلأ وينه؟ قصدي وين دفنتو؟ بحديقة بيت فكرت. لو سمحت خدني لعنده. ليش؟ لأنه أنا لازم واجهه. نفس اسمعي، بعد ما أنا دفنته اليوم أنتي لازم تدفني وتنسي الماضي. تعرف أني شفت فكرة بالمنام؟ كنت بالغابة تعبانة وعطشانة، فكرة هو اللي عطاني المي وأنا شربت وغسلت وشي كمان، وبعدها ارتحت كتير ومنامي تفسر. هلأ طاهر ليك، احكي أي شي وما تخلي الحكي بقلبك. امبارح رحت على بيت فكرات، كان في بيناتنا لسه حساب، بقصد قصة طاهر المجنون وسكينة. فيدات طلع وبإيده سلاح. مصطفى 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 شوفي قوم، تأخرت قديش ساعة؟ معقول تأخرت كتير؟ على شو عم تطلع؟ شو هالأسلوب الحلو اللي عم تفيني فيه من عند الصبح آسية؟ عم تبوسيني وتحني علي؟ عن جد شو هالأسلوب الحلو؟ أستغفر الله. اللي أنت حكيت مع أخوك بشي؟ ليك وين قصدك مع طاهر؟ مصطفى أنت منيح مو؟ إيه منيح، بس أنت شو اللي صاير لك؟ شوفي طولي بالك، بلشت فيني من الصبح أسئلة. قصدي قصة عمك طاهر وسكينة. حسبي الله ونعم الوكيل من عند هالصبح. هالموضوع ممنوع ينحكى فيه، مفهوم؟ طاهر أخي وأخو التوم، يعني هو أخونا اللزم، نقطع السطر ومستعدين نحلف يمين على هالحكي. خلصنا بقى. إيه طيب فهمنا، مزبوط كلامك وعلى عيني ورأسي، بس فهمتوا هالحكي؟ فهمتوا، لكن قلت له أنت أخي وما تغير شي بنوب، شو بدك هلأ؟ ييه شو جفس يا ربي دخيلك، أنا كيف قبلت أتجوز زلمة عصبي وجفس لهالدرجة؟ مو على أساس بتموتي بعيوني اللي من لون البحر؟ إذا نسياني شو كنتي تحكي معي لضمك وذكرك، تعي لأشوف، تعي. إيه طيب ما اختلفنا، عيونك حلوين شوي كتير مو شوي يعني. إيه خلاص بقى فهمنا، هلا وقت هالقصاص، يلا خلصني، صرف مثل الأخ الكبير، قوم حط أخوك قدامك، قوم حطه وقل له أنت بتضل أخي، قل له لو بتخرب الدنيا ما بيتغير هالشي حبيبي وأنا بضل أخوك الكبير. يا يلا يا فتاح يا غفور يا الله، كم مرة بدي أقول لك إنه قلت له لطاهر الحكي؟ إيه كمان أولى، شو بيصير عليك؟ يلا خلصني يلا. أستغفر الله، شو هالصباح هاد يا؟ والله أمري غريب. يلا محمد شفت أمك شو نقاها وبتشهد معي، ما هيك؟ انتبهي على الولد بدل ما تضلي عم تنقي. بعرف إنك ما بتقدر تحكي بقصص المشاعر، جرب هالمرة شو بتخسر؟ يدخيله ابني حبيبي سبعي دخيله، لا تطلع عصبي وجفس مثل أبوك، تمام؟ طلع لعمك طاهر رومانسي.